على مدار 9 سنوات استطاعت مصر استعادة مكانتها الدولية والإقليمية بعد مشكلات متعددة قبل عام 2014، واستطاعت مصر أن تتقلد رئاسة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، حيث استطاعت الدولة المصرية في تشكيل محاور إقليمية متعددة لخدمة المصالح المصرية ورئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019 وتأسيس منتدى شرق المتوسط في عام 2020. واستطاعت مصر بقوة استعادة الدور المصري في القارة الإفريقية من خلال إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب بمقترح مصري، وإنشاء الصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، وإقرار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، واختيار مصر لرئاسة المجموعة الإفريقية عن إقليم شمال إفريقيا في عام 2020. وعلى المستوى الدولي استطاعت مصر تولي رئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة في عام 2021-2022، واستضافة اجتماعات رؤساء أركان جيوش دول الساحل الخمس، وتأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء في عام 2018، ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن في عام 2016، وانضمام الدولة المصرية لمجموعة دول بريكس في عام 2023.